متر تصل الى عددها الى 15 متر. طبعا قلنا تعريف الشكر لغة هو تعريف الحمد عرفا، فلما تريد حصر هذه النسب اذا عندك كم نسبة كم تعريف؟ ستة من ثلاثة في اثنين، واحد لغة واحد ايه؟ واحد عرفا. فلما تأخذ مثلا حديث مثال تقريبي الشكر العرفي، ايه هو الشكر العرفي تعريفه عندك؟ هو طرف العبد جميعا انعم الله به عليه. كمل ما ينفعش يقول نص التعريف وتسيبه وتاخذ نص درجه. جميع ما انعم الله به عليه من عقل وسمع وغيرهما الى ما خلق لاجله. تمام كده؟ وهو اخص مطلقا. لا لا ده التعريف لحد كده، وهو ما خلق طرف العبد جميع ما انعم الله تعالى به به عليه من عقل وسمع وغيره. لا لما خلق لأجله جميع، ما هذا جميع تشمل العقل والسمع والبصر إلى آخره. نعم. إلى ما خلق لأجله، والإنسان خلق لأجل إيه؟ عبادة. أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما تأخذ واحد اللي هو الشكر ده العرفي ده التعريف ده وتشوف النسبة بينه وبين إيه؟ الحمد. طبعا الشكر ايه لغة هو الحمد ايه عرفا، هتاخد انت ايه التعريف الايه العرفي بتاع الشكر. اذا اخذت مع كل واحد هم ستة هطلع منهم واحد، وهتاخد هذا التعريف وتقابله بكل تعريف من الباقي، الباقي هتحصل معاه كم نسبة؟ خمس نسب. تمام كده؟ فبين الحمدين والشكرين والمدحين بنقول واحد فيهم ايه لغة وايه واصطلاحا او لغة وعرفا. فالنسبة بين الحمدين يعني بين الحمد لغة والحمد اصطلاحا هي ايه العموم والخصوص المطلق. النسبة بين الحمدين اللغو والحمد ايه الاصطلاحي العموم والخصوص الوجهي. ايه معنى العموم والخصوص الوجهي؟ يعني يجتمعان في ايه في شيء وينفرد كل منهما في ايه في جهة اخرى، فيجتمعان في ايه بس في ثناء للسان في مقابلة نعمة. اذا في هذه الحالة هو حامد لغة وهو حامد ايه ثناء بلسان في مقابلة نعمة، طب ينفرد اللغة وفي ايه؟ ينفرد اللغة وفي ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان. خلاص كده، وينفرد الاصطلاح في الاعتقاد يعني بالقلب في مقابلة ايه؟ إحسان. يعني يجتمع في شيء وهذا ينفرد في شيء وهذا ينفرد في شيء آخر، فإذا عددنا النسب وجدناها كم؟ 15 نسبة. عايزين نعدهم نعدهم ولا نكمل عبر؟ هي يعني من خلاصة التعاريف تستطيع استخراج هذه النسب. يعني ضع كل تعريفين شوفهم يشتركوا في ايه ويختلفوا في ايه، من هذا الاشتراك وهذا الاختلاف تتبين لك ايه النسب. فمثلا قلنا بين الحمدين يعني لغة وعرفا العموم والخصوص الوجهي، خلاص قلنا يجتمعان في الثناء باللسان في مقابلة إحسان، وينفرد اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان. طب كيف يكون الثناء في غير مقابلة إحسان؟ كما تثني على رجل بأنه كثير الصلاة أو كثير الصوم، هل في إحسان هنا واقع عليك؟ إنما إذا أفدى إليك معروفا أو وصلك بصلة أو بعطية فهذا يكون في مقابلة إيه؟ في مقابلة إحسان. إذن إذا جبنا العموم والخصوص بين الحمدين أهل نسبة، خلاص كده؟ قلنا واحدة من 15. بعد كده نجيب بين الحمد اللغوي والشكر اللغوي. قلنا الحمد ايه الشكر تعريف الشكر تاني
هو الحمد وفضل. أهو الحمد وفضل. يبقى نفس النسبة اللي قلناها اللي هي العموم والخصوص المطلق الوجه بين الحمد اللغوي وبين الشكر اللغوي. خلاص كده؟ لأن الشكر اللغوي عين الحمد العرفي اللي هو الاصطلاح. تمام. يبقى هي نفس الإيه؟ النسبة اللي قلنا كام دلوقتي؟ نسبتين. ثم النسبة الثالثة الحمد اللغوي والشكر الاصطلاح. الحمد لغة تعرف ايه؟ الثناء باللسان على بالجميل الاختياري في مقابلة نعمة ايه او لا على جهة الايه التعظيم. ده الحمد اللغوي. والشكر الاصطلاح ايضا بينهما عموم وخصوص مطلق. ليه؟ لانه هذا يكون باللسان وهذا يكون اما باللسان او اما بالاركان او يبقى شامل اللسان ايضا فبينهم ايه اشتراك عموم وخصوص. وكان مثل دول ثلاثة. ولذلك يقال كده كل شكر عرفي حمد لغة. كل شكر عرفي فهو ايضا حمد ايه لغوي. الحمد اعم من الشكر. يبقى هو اعم من جهة واخص من جهة اخرى. ليه احمد وليه اخص؟ لما نقول الثناء باللسان يبقى ده خاص لانه الشكر يشمل باللسان وبالاركان بالجوارح وبالقلب. اذا قلنا ثناء باللسان يبقى مين الاخص؟ الحمد باللسان وبغير اللسان الشكر. طيب واذا نظرنا الى ان هذا هو الحمد في مقابلة نعمة او في غير مقابلة نعمة. اما الشكر لا يكون الا في مقابلة نعمة. يبقى مين الاعم؟ الحمد. يبقى الاول كان الحمد اخص. ليه؟ لانه باللسان. واصبح هنا اعم لانه ايه في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. يبقى من جهة ومن جهة. وكان مثل دلوقتي قلنا اربعة ولا ثلاثة؟ الرابع اللي جاي. ثم هي بين الحمد اللغوي والمدح اللغوي عموم وخصوص مطلق. اذا احنا جبنا بين الحمد لغة وايه والشكر لغة بعدين جبنا بينهما وبعدين جبنا الحمد في اللغة والمدح في اللغة. الحمد في اللغة يختلف عن المدح في ايه؟ ها؟ الحمد يكون على جميل اختياري. اما المدح اختياري وغير اختياري. يبقى في نسبة بينهم ولا ما فيش؟ في نسبة. فإذا مدحت إنسان على كرمه أو على علمه فهذا اختياري ولا مش اختياري؟ بيعلم الناس اختياري وإكرامه اختياري. إنما إذا مدحت الوردة مثلا يعني أثنيت عليها على رونقها أو جمالها أو صفائها فهذا غير اختياري. إذا مدحت إنسانا لحسن وجهه هذا غير اختياري. هذا يسمى الغير اختياري ده المدح. وعلى الجميل الاختياري يسمى ايه؟ الحمد. بس الحمد فيه ايه؟ جهة تانية مش موجودة في الثلاثة. هو أن يكون على جهة التعظيم. خلاص؟ يكون فيه ايه؟ الثناء يكون خرج مخرج ايه؟ التعظيم. دول كام دلوقتي؟ خمسة. خمسة عد مظبوط. خمسة. ما تقولش ماشي أربعة على خمسة أربعة نقول الخامس. يبقى إذن الخامس هو إيه؟ بين الحمد لغة والمدح حسيت الأربعة هنا الحمد لغة والمدح لغة. هنا حيكون بين الحمد لغة والمدح اصطلاحا برضو حيكون نفس الإيه؟ النسبة عموم وخصوص إيه؟ مطلق. كم نسبة دولة؟ خمسة. نأتي بعد ذلك إلى النسبة الثالثة هتكون بين الحمد العرفي والشكر اللغوي. أيوة. هي حتكون سهلة جدا دي. قلنا كل إيه الشكر إيه عرفا القاعدة اللي قلناها الشكر لغة والحمد عرفا. يبقى إذا النسبة بينه هي الترادف ده هو ده الشكر اللغوي هو الحمد الإيه العرفي. يبقى إذا إذا كان هو معناها إيه لفظ مترادف لأن الترادف عبارة عن إيه معنى الترادف؟ الترادف هو تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى. طب والاشتراك عكسه. الاشتراك هو ايه؟ اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى. انما الترادف اللفظ متعدد ولكن المعنى ايه؟ واحد. يقول لك ده مترادفين خرج ذهب غادر مشى رحل. شوف كم لفظ ومعناهم واحد.
مهم يعني عزل من هنا وخلاص مشي وراح راح خرج ذهب غادر ارتحل ما ديش تراك طفش ها لا ترادف الترادف تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى والاشتراك عكسه بس يعني اتحاد اللفظ واختلاف المعنى اتحاد اللفظ وتعدد المعنى زي عين وزي في القرآن قر والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القرء يطلق على يعني على ايه على معنيين مختلفين اما ان يكون الطهر معناه الطهر واما ان يكون معناه الحيض والعين تطلق على معاني كثيره ها لا الاسد ده الفاظ مختلفه لكن المعنى واحد ليس قد ورى اسماء الاسد لكن هو يدل على ايه على معنى واحد على مسمى واحد التراد الثاني هو تعدد اللفظ مع اتحاد والاشتراك عكس ده تعدد ايه معنى ولا تعدد الترادف تعدد الالفاظ مع اتحاد المعنى تعدد اللفظ مع ايه اتحاد المعنى والاشتراك اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى تمام واضح لسه يعني كل واحده لكن معانيها كثيره وادينا الامثله مثلا ايه قر ولفظ عين خلاص العين لان العين تطلق في اللغه على الجاسوس وتطلق على العين اللي هي عين على الذهب وتطلق على البئر عين الماء وتطلق على العين الباصره التي تنظر بها يعني كل هذا عين 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 وهكذا بهذه الفاظ لفظ واحد ولكن ايه تعدد المعنى ومعناه متعدد هذا يسمى مشترك انما الترادف الفاظ كثيره والمعنى ايه واحد وصلنا كام دلوقتي سته هناتي النسبه السابعه اذا قلنا النسبه الثابته بين الحمد العرفي والشكر الايه اللغوي اللي هي الترادف ثم بين الشكر اللغوي وبين العرفي يعني الشكر العرفي لغة وعرفا هتبقى ايه النسبة السابعة دي عموم وخصوص تمام دلوقتي سابعة نوضحها مثلا اذا صرف العبد جميع ما انعم الله عليه في مقابلة نعمة يسمى ايه ده شكرا عرفيا ومن حيث انه في مقابلة نعمة يسمى حمدا عرفيا برضه تمام كده يبقى النسبة بينهم ايه العموم والخصوص المطلق النسبة الكام بعد كده الثامنة حتكون بينه يعني بين الحمد العرفي وبين المدح اللغوي هتبقى العموم والخصوص من وجه الحمد العرفي عرفنا احنا خلاص كده اللي هو احنا قلنا عليه ايه الثناء بالمثال لا العرفي ده انت بتعرفه ده اللي هو اللغة اللي العرفي اللي بتقول ده الثناء باللسان ده الحمد لغة انما هو عرفا ايه عندك مكتوب مثال ينبئ عن ايوه بسبب كونه منعما تمام كده ولو على غير الحامد يبقى الحمد لغة هو الثناء باللسان خلاص على الجميل الاختياري على جهة التعظيم في مقابلة نعمة او لا اما العرف هو فعل وكلمة فعل يشمل قول اللسان لان القول فعل اللسان ويشمل الاعتقاد لانه فعل القلب ويشمل الاركان ايضا لانه ده فعل الجوارح اذا ده تعريفه ايه عرفا خلاص كده ناتي الى النسبة بين الحمد العرفي وبين المدح ايه لغة العموم والخصوص من وجه يعني يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان فمن حيث إنه ثناء بلسان مدح لغة ومن حيث إنه في مقابلة إحسان حمد فبينفرد دفع إيه ينفرد المدح في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان وينفرد الحمد في ثناء بغير لسان لأن الحمد قلنا العرفي
عبارة عن فعل ممكن يكون بالجوارح، ممكن يكون بالقلب، ممكن يكون الثناء بغير اللسان في مقابلة إحسان، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. ثم بعد ذلك النسبة اللي التاسع بين الحمد العرفي وبين المدح العرفي، عموم وخصوص مطلق، يعني يجتمعان في ثناء على في مقابلة جميل اختياري، فيقال له حمد لأنه في مقابلة نعمة، ومدح لأنه من الفواضل. احنا عارفين عندنا النعم اللي هي القاصرة تسمى فواضل، لا القاصرة فضائل، فضائل والمتعدية فواضل. ايه معنى فضائل؟ جمع فضيلة، وفواضل جمع فاضلة. يقول لك هذا من ذوي الفضائل، يعني ممكن يكون عالم، ممكن يكون كريم، لكن من ذوي الفواضل، يعني نعمه متعدية تعدى أثرها إلى غيره، زي التعليم والكرم وإلى. أما إذا كان كثير العبادة هذه نعمة، لكن لا يتعدى أثرها إلا على نفسه هو، فالذي يتعدى أثره يسمى فاضلة، والذي لا يتعدى أثره يسمى فضيلة، وجمع فضيلة فضائل، وجمع فاضلة فواضل. وصلنا إلى النسبة كام دلوقتي؟ العاشرة. هتكون بين وبين بين الشكر اللغوي والعرفي، يعني بين الشكرين، الشكر اللغوي والعموم والخصوص المطلق، فيجتمعان في صرف الشكر العرفي، صرف جميع ما أنعم الله تعالى به على العبد. نعم. والشكر اللغوي هو ما هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه. لا ده العرفي، اللغوي هو الحمد هو الحمد صرف العبد جميع ما أنعم الله به. هذا الشكر الايه؟ العرفي. قلنا الشكر اللغوي هو الحمد لله، الحمد العرفي. أيوة تمام كده. نعم. واضح كده عشان ما تنساش. إذا اجتمعان في وينفردان في قلنا بينهما العموم والخصوص المطلق، يجتمعان في صرف الجوارح في مقابلة نعمة، وينفرد اللغوي في صرف البعض في مقابلة نعمة، يبقى إذا بعضها لم يصرفها كله، إنما صرف، ما قلنا الشكر ده صرف جميع ما أنعم الله به، الشكر ده الاصطلاح الشرعي، إنما اللغوي أي شكر ولو ببعضها، بينهما عموم وخصوص مطلق. بالنسبة للسام بلوكي 11 هتكون بين الشكر اللغوي والمدح اللغوي، عموم وخصوص من وجه، بمعنى يجتمعان في ثناء بمقابلة بلسان في مقابلة إحسان، فمن حيث إنه ثناء بلسان ومدح، ومن حيث إنه في مقابلة إحسان وشكر. نقولنا المدح عبارة عن ثناء بلسان في مقابلة شيء، في غير مقابلة شيء اسمه مدح، لما لا يسمى شكرا إلا إذا كان في مقابلة إحسان، يعني في مقابلة نعمة. ولذلك يقول تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، إنما بخلاف الحمد وخلاف المدح، الحمد تحمد الله تعالى على كل حال حتى وإن كانت النعمة على غيرك، وتحمد الله قلنا لذاتي، وتحمده لصفاتي، وتحمده لنعمه إلى إلى آخره. كم نسبة دلوقتي؟ 11. الثانية عشر اللي بينه، يعني بين بين المدح، لا بينه يعني بين قلنا العد ده بين المدح اللغوي وبين وبين الشكر اللغوي، اما هنا هتكون بين المدح اللغوي وبين المدح العرفي، عموم وخصوص ايضا مطلق، يجتمعان في ثناء في مقابلة نعمة وفعل اختياري، فمن حيث انه في مقابلة نعمة يقال شكر لغوي، ومن حيث ان تلك النعمة من الفواضل يقال مدح عرفا. كام دلوقتي؟ 12. بعدين نأتي الى النسبة كام؟ 13. هتكون بينه وبين الشكر العرفي،
يعني بين المدح العرفي والشكر الايه العرفي. كم دول 13 عموم وخصوص مطلق. 14 هتكون بينه يعني بين المدح لغة وبين المدح عرفا. الخامس عشر الليلة الأخيرة هتكون بين الايه بين المدح دقة بين العرفي اللي هو الشكر وبين المدح العرفي. هنا هتكون بين المدحين اللي هي الأخيرة المدح لغة والمدح ايه عرفا. المهم خلاصة الكلام فيه عشان ما تتلخبطش انهم هما ست تعريفات. الحمد لغة والحمد ايه عرفا والشكر لغة والشكر ايه عرفا وبعدين المدح لغة والمدح عرفا. المهم عام لو نفهم التعريفات بسرعة. الحمد هو الثناء بالجميل. اللي مش فاهم كلمة يسأل فيها انا مش مهم النفذ. المهم الايه فهم التعريف. الحمد في اللغة معناه الثناء باللسان على جميل اختياري. لو كان على غير اختياري يبقى اسمه مدح. خلاص كده. على جهة التعظيم ليه قال على جهة التعظيم؟ ليخرج ما كان على جهة التهكم أو السخرية. فلو قلت فلان عالم تسخر منه أو كما في قوله تعالى في سورة في آخر سورة الدخان ذق إنك أنت العزيز الكريم. ده إيه؟ على سبيل الاستهزاء به. هل ده مدح ده؟ لا. هل ده حمد له؟ هل ده شكر؟ لا. لأن هذا خرج على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء. سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. يعني ممكن تحمد على الفضائل ممكن تحمد على الفواضل. وقلنا الفضائل هي النعم القاصرة والفواضل هي النعم المتعدية. النعم القاصرة يعني التي تقتصر على صاحبها ولا يتعدى أثرها على غيره. زي كثرة الصلاة والصيام وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة وحسن الخلق. ده أما النعم اللي هي يتعدى أثرها كالكرم والتعليم مثلا. واضح كده. ده ايه تعريف الحمد في اللغة. ثاني الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم سواء تعلق بالفضائل ام بالفضائل. فايه معنى الحمد في الشرع؟ قال لك الحمد في الشرع لا يقتصر على اللسان وانما هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. فعل اي فعل. طيب ممكن تفعل بلسانك كيف بالقول ممكن تفعله بجوارحك. نعم يعني تسجد تركع فتكون من الحامدين يعني اذا او يعني مثلا اي فعل ايه بالجوارح من الافعال المشروعه. فعل ينبئ يعني ايه ينبئ يعني يخبر عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما ولو على غير الحامد. يعني هو تعالى منعم ولا مش منعم؟ وأنعم على جميع عباده. وسواء كان الفعل قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو خدمة بالأركان. يعني لم يقتصر على الايه على اللسان كما هو شأن التعريف ايه اللغوي. خلاص نعم بالقلب. نعم. طب واحد يسأل سؤال يقول لك كيف يكون اعتقادا بالجنان وكيف ينبئ عن تعظيم عن تعظيم المنعم بالنسبة للمولى انه مطلع على ما في قلوبنا فيعلم اذا كان القلب خاشعا او شاكرا. من ذا اللي يطلع له؟ حق سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا عرفا انه لو لغه مش هينفع. بعد الكلمه اللي احنا واقفين فيها بيقول فبينهما العموم وخصوص الوجه. يعني بين تعريف الحمد لغه وبين تعريف الحمد شرعا عرفا. ايه معنى العموم وخصوص الوجه؟ لان مورد اقرا كده عندك لان مورد اللغوي خاص اللي هو الايه اللسان ومتعلقه عام اللي هو ايه كل جميل اختياري. تمام كده.
اعتقادا بالجنان، يعني مثلا التعظيم ده، لو انت تعتقد تعظيم عظمة هذا المنعم بقلبك يبقى هذا الاعتقاد بالجنان. يا لما انت تنحني كده لله ده تعظيم، بس بايه؟ بالجوارح. ولما تثني عليه وتعظم بلسانك يبقى ده ايه؟ باللسان. ولما تعتقد عظمته بقلبك، يعني انت معتقد بس لم تنطق بلسانك ولم تفعل شيء، فهذا يسمى اعتقاد بالجنان. يعني انت تعتقد انه تعالى عظيم دون ما تتكلم ودون ما تعمل حاجة بقى. يبقى اذا الكلام ده ينبئ عن الايه؟ عن الاعتقاد اللي في قلبك. وافعال الجوارح يعني السجود والركوع ده ينبئ عن ايه؟ عن تعظيم الله سبحانه، بنسجد له ونركع ونعصر وجوهنا في الايه؟ في التراب. لكن موضوع القلب ده، من الذي اطلع ويعرف انك تعظم بقلبك وانك تنوي بهذه الافعال التي تظهر على جوارحك او تنطق بلسانك وانها ايه؟ خارجة لانك تعتقد التعظيم، من الذي يطلع على هذا؟ الله سبحانه. اهو معنى اعتقادا بالجلال، يعني تعتقد بقلبك انه يستحق المحامد وانه تعالى عظيم. وضحت؟ نعم. بس واحد يسأل سؤال، اللي احنا قلنا ذا قلنا اللسان ينبئ شنو؟ والجوارح الاركان تنبئ، فكيف ينبئ الاعتقاد من جهة ان الله مطلع عليه؟ واحيانا ينبئ من جهة اخرى، وهو ان اللسان ده ما نطق بلسانه الا لانه يعتقد التعظيم بقلبه، وما فعل بجوارحه الا ليه؟ لهذا الامر. فيبقى الانباء مشترك بين الايه؟ بين الثلاث. يعني الشرط ينبئ بالقلب وحده، ممكن هذا يعبر عن هذا وهذا يعبر عن هذا. ده التعريف، الحمد لغة والحمد شرعا. فايه تعريف الشكر لغة؟ لغة هو فعل نفس اللي قلناه في الحمد عرفا. تعريف الشكر لغة هو تعريف الحمد عرفا، هو يبقى ايه اللي باقي في التعريف؟ تعريف الشكر العرف اللي هو الشرع. يبقى لو سألناك عن تعريف الشكر في اللغة ما تتكلمش، قول هو اللي قلناه في تعريف الحمد عرفا. يبقى ما فيش اختلاف بين الشكر لغة والحمد عرفا. ما الاختلاف بين الشكر لغة والحمد لغة؟ واضح في اختلاف ولا ما فيش؟ كما هو الاختلاف بين الحمد لغة والحمد عرفا، لأن الشكر لغة هو الحمد عرفا. واضحت ولا لسه؟ لا. يبقى نقول كده تعريف الشكر لغة ما تعرفش، لأن هو نفس تعريف الايه؟ الحمد. إذا بقي تعريف الشكر ايه؟ عرفا، أنه صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من عقل وسمع وبصر ونطق وحياة وعطاء، كل إيه؟ نعم الله تعالى يصرفها فيما خلق لأجله، ولو صرفها لغير ذلك فهو غير إيه؟ غير شاكر. ليه؟ لأنه استعملها في غير ما خلق لأجله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ليه؟ لأنهم لم يستعملوها فيما خلقوا لأجله. هل خلقوا للهو واللعب ومعصية الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا لطاعته؟ اذا يقول لك وهو اخص، اللي هو الشكر ايه؟ عرفا، اخص مطلقا من الحمد والشكر اللغوي. ليه اخص؟ يقول لك وهو اخص مطلقا من الحمد والشكر اللغوي. ليه؟ ها واحد يجاوب عن ذلك؟ لأنه على الجميل الاختياري. لا، نتكلم عن الشكر هنا. يقولك هو صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى، ها مش كده؟ من عقل ما تم إلى ما خلق، وهو أخص من الحمد والشكر اللغوي. وقلنا الحمد في لغة وفي الشكر لغة. ليه؟ ليه أخص؟ صرف في مقابلة برضو انت مش
احنا قلنا كده تعريف الشكر ها وتعريف الحمد انه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. كلمة فعل دي مش تشمل اي فعل تمام وتشمل اي منعم، انما هنا التعريف ده خاص بايه بشكر الله سبحانه وتعالى، عشان كده سمي اخف. انما هذا في اللغة عام شكر اي منعم. خلاص كده من لم يشكر الناس لم يشكر الله، انما قال اخف لاختصاصه بالله تعالى. شوف التعريف، صرف العبد جميع ما انعم الله، بالتعريف ده خاص بشكر مين؟ بشكر الله. انما هناك بيقول لك فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، ولم يقل لك من هو المنعم وما هو الفعل، فاصبح عام. انما ده خاص لانه لا ينطبق الا على شكر الله، لا ينطبق على شكر الناس. هل اذا اردت ان تشكر انسانا مهما كان هل تصرف جميع ما انعم الله به عليك في شكره؟ هذا خاص بالله. عرفت ليه هنا قال اخف لاختصاصه بالله؟ يعني هذا التعريف ما ينفعش ينطبق على اي شكر ولا على اي حمد. ولذلك قال اخف مطلقا من الحمد والشكر اللغوي لاختصاصه بالله تعالى وبكونه، يعني مختص من جهتين، اولا هذا التعريف خاص بالله، ثانيا لكونه يكون في مقابلة النعم التي على الشاكر فقط. اما الحمد اللي عرفناه ده ممكن يكون في مقابلة النعم ولو على غير الحامد. خلاص يبقى احنا الان عرفنا ايه بس تعريف الحمد لغة وتعريف الحمد ايه عرفا، ثم عرفنا الشكر لغة وقلنا هو الحمد ايه عرفا، وعرفنا الشكر ليه العرفي. ايه اللي باقي في التعريف؟ تعريف المدحين، يعني المدح لغة والمدح ايه. ما هو تعريف المدح في اللغة؟ يلا كده ثناء باللسان على وصف غير اختياري. تمام كده، هو يختلف بس على الحمد في موضوع اختياري وغير اختياري. وتعريفه عرفا والمدح لغة تعريفه زي الحمد، لكنه يختلف عن الحمد في انه يكون على فعل غير اختياري، كما تمدح يعني تثني على إنسان بلسانك لأنه حسن الوجه، هذا أمر غير اختيار ربنا خلقك، إنما على كرمه أو على عطائه أو على حسن خلقه هذا أمر إيه اختياري. فمن هنا يكون كده تعريف المدح لغة الثناء باللسان على الفعل الجميل مطلقا سواء كان اختيارا أو ده بقى تعريف واحد بس ها اللي هو المدح العرفي نعم اللي هو تعريف بقى الحمد لغة تعريف المدح لغة هو تعريف الحمد لغة، إلا أن الفرق بينهما أن الحمد لا يكون إلا على جميل اختيار، والمدح يكون على الجميل مطلقا اختياري وغير اختياري. يعني عارف الحمد هو ايضا مدح، لكنه لما سمي حمد؟ لانه كان على جميل اختياري، والثاني يسمى مدح فقط لانه على جميل اختياري او غير اختياري. لكن اذا كان اختياري يسمى ايضا مدح، واذا كان غير اختياري يسمى مدح فقط. يعني كل حامد فهو مادح، خلاص كده، ونقول كل شاكر حامد ولا نقول كل حامد شاكر. هذا حتى باختلاف التعريف ما قلنا كيف بينها النسب. اذا بقي تعريف واحد عشان ننتهي وهو ايه؟ مدح. ايه هو المدح العرفي؟ العرفي عن تعظيم الشخص بسبب اختصاصه. لا مش فعل، ما قلنا المدح ده ثناء باللسان، الفعل ده يجي في الشكر ويجي في الحمد الايه؟ العرفي. اما بالنسبه للمدح ما ينفعش المدح بالفعل ولا بالاعتقاد، لازم يكون بالثناء. شفت واحد مدح واحد بقصيده يمدح مثلا، لكن كيف يمدح بفعل؟ ما ينفعش. ده المدح اللغوي ولا يبقى المدح اللغوي والمدح العرفي الاثنين ثناء باللسان،
لكنهما يختلفان في أن هذا يكون على جميل اختياري وهذا على الجميل مطلقا اختياري أو غير اختياري. ثم بقي تعريف المدح عرفا اختصاص، لا قالوا فعل ولا قالوا لسان، اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل أو التواضع، يعني هو مختص بنوع من الايه الفضائل اللي هي النعم القاصرة والفواضل اللي هي النعم الايه المتعدية. اذا كان مختصا فهو ممدوح عرفا، يعني يستحق المدح عرفا سواء مدحوه او لم يمدح، لكنه ايه مستكمل وعنده اهلية الشروط لان يمدح، فهو ممدوح عرفا. لكن متى يسمى لغة؟ اذا كان فعلا ايه اطلق اللسان في الثناء عليه. واضح كده؟ كم عندك كم شيء؟ ست تعريفات. اكتب الكتاب وعاوزين نسمعهم منكم قبل ما ننتقل للشيء الثاني. يلا قول كده يا شيخ. الحمد لغة هو الثناء من جميل اللسان على الجميع اختياريا كان او غير اختياري على جد سلطان. ما تقول كده اختياري او غير، ما ينفعش تلخبطش في التعريف. الثناء باللسان على الجميل اختياري على جهة التعظيم سواء تعلق بالفضائل او ده الحمد اللغة. ده الحمد العرفي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على ايه؟ لا كمل التعريف كده صح، على جهة بسبب كونه منعما ولو على غير الحامل. لما قالوا على غير الحامل؟ عشان يختلف عن الشكر، لأن الشكر لازم يكون على الشاكر، بس بدل ما تقول على غير الحامل هناك تقول على غير الشاكر. فالشكر لا يكون إلا في مقابلة النعم اللي على الشاكر فقط، أما الحمد يكون في مقابلة بسبب كون المحمود منعما ولو على غير الحامد، أما الشكر بسبب كون المشكور منعما على الايه على الشاكر. واضح؟ سهلة ولا صعبة؟ جدا. قبلت نيجي بعد كده ننتقل إلى ايه الشكر لغة. هو الحمد عرفا، بقي تعريف الشكر عرفا هو صرف العبد. هنا ده التعريف ده مختص بالله، وده قالوا الشكر عرفا مختص بالله تعالى، وذلك قالوا هذا ايه خاص بالله. لا يمكن ان نعرف الشكر لغير الله بهذا التعريف. فكيف نعرف؟ افترض انا سألت انت بقول لك تعريف الشكر كده عرفا صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه من عقل وسمع وبصر واي شيء فيما خلق لأجله، هذا هو الشكر ايه عرفا. هذا التعريف مختص بمين؟ بالله تعالى. فلو سألتك طب عاوزين تعريف الشكر، مش الشكر عموما كده يعني بصرف النظر عن انه لله تعالى او لان الشكر ايضا واجب ايضا لغير الله، انشكر لي وايه ولوالديك مش كده، وايضا اذا اسدى اليك الانسان معروف او علم معروف عليك ايضا ان تشكره مش كده. وربنا سبحانه وتعالى هو نفسه اللي اوجب الشكر علينا له، هو نفسه شكر عباده ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، يا ربنا يشكر لعباده وكان الله ايه. فلو قلت لك عرف الشكر كده عموما، مش الشكر للمختص بالله، المختص بالله تعريفه كده صرف العبد جميع ما انعم الله تعالى به عليه فيما خلق لاجله. افرض عاوز اشكرك انت، اصرف كل النعم عشان انت عنك ما شكرت. من اصرف هنا ها ايه هو الشكر اللغة اللي هو على العموم الحمد ايوه اللي هو ده فعل ينبئ عن تعظيم المنعم وخلاص، يعني اعمل حاجة تدل على ان انا بعظم بحترمك، يعني اول ما اشوفك كده جاي كده شكرت خلصت على كده، اول ما جاي من بعيد اروح وارد تمام، ممكن ما يكونش ده شكر منتظر كمان عطاء ثاني او نعمة
وهكذا. يبقى فهمت كده؟ انما التعريف ده اللي قلناه ما ينفعش تسوقه في، او بعض الناس مثلا لما يشوف واحد جاي يروح يعمل له كده، او اول ما يشوف مثلا يروح ينطق بكلمات جميله كده مثلا، او ادعي له من صنع اليكم معروفا، ها اه المكافاه دي الشكر ده. لا، فان لم تستطيعوا فادعوا له ولا تدعي عليه، تدعي له. وكذلك عارف التحية دي نوع من الشكر، وإذا حييتم بتحية أو ردوها، يعني نفس الايه التحية، يا إما تأتي بأجمل أو بأحسن، وهذا الأنسب والأحسن، أو ترد التحية. خلاص كده واضحت. طيب نأتي إلى المدح. المدح ده ما هو الحمد ده مدح برضه، بس ليه سمي ده مدح سمي ده حمد؟ لانه الحمد لازم يكون على جميل اختياري. خلاص، فتقول زيد ايه كريم لانه اكرمك، والكرم امر اختياري. اما اذا قلت زيد حسن الوجه هذا مدح. متى يقال حمد؟ اذا كان قلت زيد كريم، زيد عالم، زيد فقيه، الى اخره. إذا لم يكن على جميل الاختياري فهو مدح. المدح عرفا اختصاص المحمود بنوع من الايه الفضائل او الصوابق. كده الامور سليمة وجميلة وواضحة. تمام، تفضل قول اللي انت عاوزه. لغة ولا عرفا؟ ها، الحمد لغة هو الثناء باللسان على جميل اختياري على جهة التعظيم، سواء تعلق بالفضائل او بالفضائل. ده ايه لغة. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما ولو على غير الحامل. ها، قولهم تاني. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما ولو على غير الحامد. فاذا كان على الحامد يبقى ده شكر. ده بدل ما نقول على الحامد نقول على الشاكر. يعني لو ربنا مثلا كرمني انا بولد، انا مش انت، رحت قلت الحمد لله يبقى ده حمد. ده خلاص، لانه النعمة مش لك انت، لكن لو كان لك انت وقلت يبقى ده شكر. ربنا بعث لك مال فأثنيت على الله فأنت كده شاكر، أو صليت ركعتين، لأن الشكر أي شيء، لسان وكذا إلى آخره. خلاص، لكن لا قدر الله جاءت مصيبة أو جاء مرض، قلت الحمد لله. ده مرض ما هو في غير نعمة يسمى حمد، أما لا يسمى شكر إلا إذا كان هناك إيه نعمة. فرقنا الآن بين الإيه، ولذلك في سورة الأسى على الإنسان ربنا يوريك شأن الإنسان، يقول لك إيه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه وإما كفورا. هو أستاذ تتكلم كل جلسة تعلم وتسكت تتكلمش. لا اسكت خلاص كده، واحد هتعلمنا ونحن اللي علمناه. خلاص يبقى إذا كنا بنقول إيه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني إذا بين الله تعالى انه في الانسان من هو شاكر ومن هو غير شاكر. ايه هو الشاكر؟ الذي صرف جميع ما انعم الله تعالى عليه فيما خلق. لكن هل الناس على مستوى واحد؟ في انسان في قمة الشكر. لذلك في القرآن في ايه شاكر، وفي ايه شكار، وفي ايه شكور. كده زي ما يقولوا الشاكر ده في المزيد، لان شكرتم لأزيدنكم. لا، والشكار في ايه مزيد المزيد. لا، والشكور في نهاية المزيد. شوف كده ايه ترقي. ربنا سبحانه وتعالى قابل بين الشاكر وبين مين؟ وبين الكافر. ما هو لان شكرتم لأزيدنكم ولا ان كفرتم
يعني هذا الكفر في مقابلة الايه؟ الشكر. ولذلك الكافر غير شاكر والشاكر غير كافر. لكنه تعالى لما قسم قال إما شاكرا وإما كفورا. هنا كم قسم دولة؟ كم؟ إما شاكرا وإما هم دول أربعة. فان الاثنين الثانيين وقال لك مقابلة الشاكر كافر، لكنه تعالى لم يقل إما شاكرا وإما كافرا، قال إما شاكرا وإما كفورا. فحذف إيه ودل على إيه؟ حذف كلمة إيه؟ لا حذف شاكر وشكور دل نعين وكافر وكفور. فلما قابل الشاكر بكفور مش بكافر دل على أنه إيه؟ حذف من الثانية كلمة كافر لدلالة الأولى عليها، وحذف من الأولى شكور لدلالة الثانية عليها. طب لي واحد ثاني يسأل يقول لي طب إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، طالما وجد الشاكر إذا إن شاء الله حيوجد إيه؟ الشكور اللي هو يزيد يعني في الشكر حتى يصل إلى إيه؟ إلى النهاية. وذلك من أسماء الله تعالى الشكور مش الشاكر. بالنسبة للإنسان فيه شاكر وفيه شكار وفيه شكور، لا بالنسبة لله من أسمائه الشكور. تجي بعد كده إيه؟ الكفور. ما دام يوجد الكفور اللي هو يعني زايد في الكفر والعناد إذا معناها من باب أولى يوجد الكافر العابد. إذا كان الكفور اللي هو العنيد في كفره موجود، يبقى إذن اللي هو الكافر اللي هو اللي إيه؟ العادل اللي هو يعني ما عندوش عناد في كفره موجود ولا مش موجود؟ موجود. هنا القرآن يأتي بإيه؟ بألفاظ قليلة وتستخرج منه المعاني الكثيرة. نعم ستة ليه؟ كفور دلت على قسمين اللي تحتيه. هو الاثنين صيغة مبالغة. تفضل. الاثنين صيغة إيه؟ مبالغة. فأي واحدة خلاص. مش في اليوم الثاني. ما فيها صيغة. جاب أعلى. تفضل. فوصلنا الى ايه الى بعد ما سيدنا الشيخ بيقول ايه الحمد لله، نجيب الكلام بتاعه من اوله. يقول راجي رحمة القدير، ده كله شرحناه، أي أحمد المشهور بالدردير، الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. وصلنا عند إيه؟ كلمة الحمد لله وشرحت. عندنا الآن حنصل إلى كلمة العلي، كده؟ هذه اللي واقفين عليها. العلي، كده؟ العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. العلي ده من أسماء مين؟ المولى عز وجل. أسماء الله تعالى. وهو مشتق من ايه؟ من العلو، كده؟ العلو يعني ايه؟ الرفعة. واصلها في اللغة العربية ايه؟ عليو، عليو كده، اصلها عليو لانها من العلو، ففي واو في الكلمة، خلاص كده؟ اجتمعت، لما تجتمع في اللغة العربية الياء والواو وتسبق احداهما بالسكون، عليو سبقت بالسكون اللي هي الياء، فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء الساكنة فصارت ياء واحدة مشددة علي. وأصلها إيه؟ علي. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت إيه؟ ياء مشددة. العلو بالنسبة لله تعالى ايه معناه؟ بالنسبة لنا نسب، يعني مثلا انا الان مثلا في السفل اللي فوق السقف في العلو، والله تعالى منزه عن ايه؟ عن الجهات، عن الفوق والتحت وغيره. فالعلو عبارة عن ايه؟ تنزيهه تعالى عن كل نقص. يعني لما نصف الله تعالى بانه علي، يعني علي عن النقائص، يعني بعيد عن النقص. ولذلك التنزيه، كلمة التنزيه في اللغة معناها الإبعاد،
حتى موجودة في الحديث بتاع لا يستنزه، كان أحدهما مرة بقبرين وقال إنهما لا يعذبان، ثم قال وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه. إيه الاستنزاه من البول؟ يعني يبعد أثر النجاسة عليه، يعني يبتعد. فالتنزيه يعني إبعاد، يعني إذا ابتعد عن شيء يقولك يعني معناه كأننا بنزه عن نفسي، ما بقعدش في قاذورات في نجائس مع سفهاء، أنا أتنزه إنه يعني أعمل كده، يعني أبتعد. تنزيه معناه إيه؟ فلذلك اللي يجي أثر البول على ثيابه يبقى معناه إيه؟ لم يبتعد، لم يستنزه. لكن أول ما يجي التنزيه بالنسبة لله تعالى، إذا كان شوف كده التنزيه معناه في اللغة الإبعاد، فإذا كان مقرونا بالتعظيم يسمى تقديس. يعني إيه معنى التقديس؟ معناه التنزيه. بس إيه الفرق بينهما؟ أن التنزيه ده ممكن يتنزه عن النجاسات، أما إذا كان بس أنت لما تتنزه تبعد عنك النجاسة، هل تعتقد تعظيمها؟ لا. يعني أنت ممكن تمسك النجاسات تمسكها بإيدك، تطرحها بعيدا أو تمسكها بآلة أو بشيء، تنزيها لنفسك عنها. تمام. أما إذا رأيت مثلا إيه ورقا من مصحف في الأرض أو شيء له قيمة فترفع هنا يعني تبعده تعظيما له، إنما الثانية مش بترمي النجاسة مش تعظيما لها، استعاذا عنها. فإذا كان في تعظيم لما تيجي ورقة مصحف أو مثلا لغة على أي حاجة فيها لها قيمة أو مثلا فلوس مثلا تمسك بسرعة وتنضي على أكبر على إيه يبقى هنا إيه، بس مفيش تعظيم هنا للفلوس، في حب مثلا أو في يعني شيء يعني النهب، إنما الشيء اللي تعتقد التعظيم وتمسح عنه التراب وتقبله كده يقول استغفر الله العظيم، لما ترتعد فراغتك لما تبقى ورقة مصحف يبقى ده اسمه تقديم. فلذلك في سورة البقرة وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسكن ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ولم يقولوا ونقدسك. ليه؟ لأنه لو قالوا نقدسك يعني إيه معنى نقدسك؟ إذا التقديس مش لله، ده احنا نقدس يعني نعظم ما أمرت بتعظيمه ارتساما أي طاعة لأمرك. يعني مثلا نعظم الملائكة، نعظم المصحف، نعظم الأنبياء، نعظم العلماء، نعظم حتى الجبل الأرض بالوادي المقدس، يعني معظم لما تدخل الحرم تخلع مثلا عليك بأنك بالوادي المقدس طوى ما تدوسش بإيه بالبساط هنا، إذا في نوع من التعظيم ولا ما فيش نوع؟ كل الأرض المقدسة. فالتقديس ده في القرآن منسوب حتى للأرض، أرض مقدسة يعني مطهرة، فمع هذا معنى التقديس. هم اللي ما قالوش نقدسك، يعني إذا كان قدس الأرض والجبل والأنبياء والعلماء والأولياء والصالحين والأزهر والكعبة والمسجد الأقصى يبقى ربنا من باب أولى ذلك؟ فهمش كده. ليه؟ لأنهم لو قالوا نقدسك لكان تعالى ايه مقدسا مش كده او متقدسا، لكن اسمه ايه المقدس ولا القدوس؟ فلو قال المقدس لاحتاج الى من يقدسه، ولكنه تعالى غني بذاته ان يقدسه احد، فهو منزه قبل ان تخلق، هو تعالى يعني بذاته. فاحنا تنزيهنا لله تعالى يحتاج الى تنزيه ايضا، عندنا ننزه التنزيه بتاعنا، يبقى احنا عندنا قصور ممكن نقع في الخطأ او في كذا. فالمحامد بالنسبة لله تعالى عندما مثلا كلمات الباقيات الصالحة تبدأ به سبحان الله، التسبيح معناه تنزيه مأخوذ من السباحة، لما تيجي تنغمس في الماء كل القاذورات والأرجاس تبقى نظيف جدا، مأخوذة من السباحة يعني تنزل عن كأنك عن كل نقص عن كل دنس عن كل رشد عن كل تنزيه، زي كأنك لما تغتسل تنزه جسمك عن الايه أو بالتسبيح سبحان الله، يعني أنزه الله تعالى. فده سلبه يعني بتسلب عنه جميع النقائص. بس بعدها تقول ايه الحمد لله، يبقى الأول سبحان الله دي نفي سلب، والحمد ده إثبات، بتثبت له المحامد الكمالات العظمة العلم القدرة، بالأول نفيت وبعدين يعملت ايه سبحان الله الحمد لله أثبت،
وبعدين قلت ايه كلمة التوحيد لا اله الا الله، جمعت بين النفي والاثبات، الاول نفي والثاني اثبات والثالثة جمع بين النفي والاثبات. طب الرابعة الله اكبر. عاوز اقول لك اوعى تتوهم او تفهم انك انت بتنزيهك او تعظيمك لي ان انا ما كنتش معظم وانت اللي عظمتني وانت اللي نزهتني، ده انا بانعم عليك والمسألة اكبر منك ومن فهمك ومن عقلك. فكأن الله تعالى يقول لك قول في الاخر الله اكبر، فانه يقول لك انا اكبر مما اثبته ومما نفيته. الاثبات درجة ثواب ليك والنفي راجع ليك، والمسألة اكبر منك ولا ايه ولا يحيطون به علما. شوف الكلمات مرتبة في الترتيب عظيم كيف. اذا العلو بالنسبة لله تعالى تنزيهه تعالى عن كل نقص. القضية صفة ايه؟ سلب ولا اثبات؟ سلب. يعني معناها جمعت كلمة العلي صفات السلوك كلها. يعني معناها ايه معنى الصفات السلبيه اللي احنا هناخدها؟ السلب يعني معناه الصفه كده معناها كلمه صفات سلبيه معناها عدم امر لا يليق به عدم. يعني عندما تقول هو تعالى باقي، البقاء ده صفه من الصفات السلبيه. يبقى ايه اللي نفيته عن الله؟ نفيت عنه الفناء ونفيت لحوق العدم بذاته. ولما تقول القدم دي من الصفات الايه؟ التلبية، فنفيت عنه الايه؟ الحدوث. عندما تقول قيامه بنفسه نفيت الايه؟ الاحتياج. عندما تقول ايه؟ المخالفة للحوادث نفيت الايه؟ المشابهة. عندما تقول واحد نفيت الايه؟ العدد. هذه الصفات التربية عن مدلول كل واحدة منها عدم أمر لا يليق به تعالى وليس مدلولها صفة موجودة في نفسها. هم ليه المدلول يكون صفة موجودة في نفسها؟ ليه الصفات المعاني؟ يعني الصفات هي في نفسها موجودة، إنما الوحدانية ما فيش حاجة موجودة اسمها الوحدانية، ده احنا بننفي العدد عن الله. الصفات التربية معناها عدم أمر. باب الصفات المعاني يعني وجود ايه؟ وجود امر، وهذه عدم ودي ايه؟ وجود. يبقى كلمة او وصفه تعالى بانه هو العلي، هو عاصفة منها علو يعني مكان او جهة مش هينفع. ليه؟ اقول لك ليه؟ لانه سبحانه وتعالى حديثه واضح، كان الله ولم يكن شيء غيره، او لم يكن شيء غيره، الرواية اللي في البخاري كده، ولم يكن شيء قبله، دي ذكرها البخاري في كتاب بدء الخلق، ولم يكن شيء قبله دي موجودة في البخاري في كتاب بدء الخلق، ولم يكن شيء غيره موجودة في كتاب التوحيد. أما رواية معه مش موجودة لا في البخاري ولا هنا ولا هنا، خلاص جاي يقول في الترمذي. المهم ايه اذا عندك الروايتين الموجودين في البخاري، ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره او غيره، تضربها كده غيره وليها اعراب دي والثانيه ليها اعراب هنتكلم عن دي. يبقى اذا كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، يعني لا كان في سماء مش حاجه غيره، ولا عرش ولا جنه ولا نار ولا انس ولا جن، وكان عليا ولا ما كانش عليا؟ كان عليا. يبقى عليا على ايه لو كانت جهه؟ مفيش حاجه، مفيش جهه، يبقى صفة ذاتية، يبقى معناها أمر معنى ومش أمر إيه؟ مش أمر حسي. والذي يريد أن يعلم أو يعرف معنى كلمة أو وصف العلي بالنسبة لله تعالى فليقرأ آية الكرسي أخيرها إيه؟ هو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا ما فيش حاجة معاه عشان نقول مثلا علي على السماء، علي على العباد، علي على الناس، هو العلي صفة الذات له. نعم. بالنسبة للعلي العلو بالنسبة للخلق هناك علو فيها، يعني مثلا فوق الشرع. بالنسبة للخلق اما ان يكون علو حسي او علو معنوي. يعني ممكن مثلا واحد يكون قاعد في الارض مثلا
والخادم فوق جميل اللي عليه فوق القادم، لكن ده علي بمكانته. خلاص، علو المكان غير علو المكان، المكان عن المنزلة، حتى وإن كان ميت في الأرض لكن منزلته أعلى من جميع الخلق، إذا كان نبي مثلا أو رسول. فمثلا يعني الرسول لما تكون مثلا في قبره، في ناس مثلا في المدينة في عبارات أو مساكن، إذا علوه هذا إيه؟ علو مكانه، لكن علوه هو علو مكانه، مكانته يعني فوق. إذا بالنسبة لله تعالى لا يقال علي عن ذي المكان، ليه؟ لأنه كان ولا مكان ولا زمان. المكانة ها؟ أما هي هنا تفسيرها كده علو مكانة وليست علو مكان أو علو ذاتي، لأنك لو قلت علو جهة قبل الجهات وقبل خلق الأرض والسماوات، ما معنى صفة العلو هنا؟ إذا ملاش معنى، يعني مثلا لما نبنوا بيت وأنا قاعد في الدور العاشر وأنت في الدور الأرض في البدروم، مين فينا العلي؟ اللي فوق. طب وقبل ما نبني البيت احنا الاثنين في الأرض، ومع ذلك انا علي، قال علو ايه معناه؟ كان يبقى العلو عبارة عن تنزيهه تعالى عن كل نقص، معناه كده، مش معناه الارتفاع المكاني، لان الله تعالى منزه عن الجهات كلها، هو خالق الزمان وهو خالق خالق الزمان وخالق المكان، والجهات كلها بالنسبة له سواء. أما بالنسبة اللي كنت هذا أمام، هذا خلف، هذا يمين، هذا إيه، هذا شمال، هذا تحت، هذا فوق، ده بالنسبة لك أنت. إنما بالنسبة لله تعالى فالعلو إيه، علو إيه، علو بمعنى التنزيه، أو هو علو إيه، علو المكانة وعلو إيه المنزلة لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فيتضمن اتصافه تعالى بجميع صفات السلوك. فإذا كانت صفة العلي بالله تتضمن اتصافه تعالى بجميع صفات السلوك، يبقى إيه؟ يبقى اسمه ولا مش اسمه؟ اسم لله، ولكنه من الأسماء الجامعة. في أسماء جامعة لإيه؟ لمعاني الأسماء والصفات، تسمى الأسماء الجامعة، ومنها هذا الايه، هذا الايه، واضح؟ فالعلي هنا يعتبر من الصفات الايه، طب جمعت ايه؟ جمعت صفات السلوك. هنا سميت من الصفات الجامعه لانها جمعت صفات الايه، السلوك، يعني نزهت الله تعالى عن كل ما يليق به. فمثلا هو عالم، عالم عن الحدوث لأنه إيه؟ قديم، وعالم عن إيه؟ عن الفناء لأنه باقي، وعالم عن مشابهة إيه؟ الحوادث لأنه إيه؟ مخالف لها، وعالم أيضا عن إيه؟ الافتقار أو الاحتياج لأنه قائم بنفسه، وعالم عن الشركاء لأنه واحد. إذا جمعت الصفات السلبية كلها ولا ما جمعتش؟ لكن سيدنا الشيخ بيقول ايه، لك ان تقول ان علوه تعالى عبارة عن تنزيهه عن كل نقص واتصافه بكل كمال. ولما يتنزع عن صفات النقص هيتصف بايه، فتكون كلمة العلي جامعة ليه، للمعاني السلبية والمعاني ليه الثبوتية، يعني تكون جامعة لصفات السلب وجامعة أيضا لصفات المعاني، فتشمل الاثنين. يعني مولانا لو جينا نقول مثلا صفة العلي موقعها فين من الصفات الأربعة اللي تثبتها علماء الأشاعرة؟ هي الصفات الأربعة اللي هي الصفات النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية. ما خلاص، ما هي يعني الأول خدنا القسم السلبي الأول، وبعدين دلوقتي خدنا إيه؟ قسم المعاني على الكلام اللي قاله سيدنا الشيخ. الجماعة كده جامعة للايه، الصفات السلبية وجامعة ايضا لصفات المعاني، لان الله تعالى منزه عن كل نقص
ومتصف بكل كمال طبعا ايه يليق بذاته سبحانه وتعالى. ده مش عاوز يعني ممكن نقول مثلا في قسم خمس الصفات هو قسم صفات الجامعه. ما هي دي الصفات الجامعه لانه النقائص كثيره جدا كده وكلها منزه عنها سبحانه والكمالات والمحامد كثيره لا نعلمها نحن. ده رسول الله يفتح الله علي بمحامد لم يعلمنيها من قبل يفتح عليه في الاخره يحمده بمحامد لم يكن يعرفها في الدنيا. يعني المحامد كثيرة لا يعلمها إلا الله. فهو متصف أيضا بها ومنزه عن إيه؟ عن الصفات اللي هي عدم أمر اللي هي السلب. يبقى كلمة العلي من الاسم هو وصف لكنه إذا أطلق على الله إن معناها لا يسمى به غيره. لما نقول العلي ده بالالف واللام كده لا ينصرف الا الله فكانه من علم على الاسم تحول من الوصفيه الى الاسميه. زي ما نقول الخالق الرازق الباقي السميع البصير الحكم الحكيم اللطيف الخبير كل ده لا يطلق الا على الله. اما اطلاقها على غير الله ده مشاكله يعني لفظ لكن المعنى يختلف تماما بالنسبة زي العالم والعالم او زي الوجود والوجود. انت لك وجود والله تعالى ايه وجود لكن هل المعنى واحد؟ انت عندك علم عندك سمع عندك بصر عندك ها اطلاقها على الله يعني لها اتصاف وحده سبحانه وتعالى بها. اذا فهمنا الان العلي تشمل الجامع المعاني الاسماء كلها اللي هي الاسماء منقسمه فيها تنزيه وفيها في اسماء تسلب عن الله تعالى معاني لا تليق وفي اسماء اخرى تثبت له تعالى كمالات. فكلمه العلي جامعه للايه؟ للامرين جامعه للسلب وجامعه للايه؟ للاثبات. يعني جمعت صفات السلوك وصفات المعاني. صفات المعاني زي ايه؟ ايه معنى الصفات المعاني؟ الصفات التي هي موجودة في نفسها. اما الصفات السلبية ليست موجودة في نفسها ولكن ايه سلب الضد عن الله تعالى. واضح؟ لا يعني عندك الصفات تنقسم بالنسبة اللي احنا حندركها ان شاء الله كم حاجة نصف بها الله في قسم اربع اقسام. القسم الاول اسمه ايه؟ الصفات النفسية هي صفة واحدة ليس هالكلام. القسم الثاني السلبية كم صفة دولة؟ السلبية خمسة القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة الحوادث والوحدانية. والصفات المعاني سبعة. ده القسم الايه الثالث العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. بعد كده يجيك عندك حاجة ثانية اسمها الصفات المعنوية كام؟ سبعة. خلاص؟ يبقى على بعض كلهم كام؟ اللي هو واجب على المكلف أن يعتقد بالنسبة لله تعالى كام صفة؟ على رأي الأشعري لا 22 ل 20 واحدة خمسة وسبعة وسبعة كام دول؟ 20 سبعة وسبعة 14 وكام وخمسة؟ واضح؟ واحدة وخمسة كام؟ ستة وسبعة وسبعة 20 والأشعر رضي الله عنه قال 13 صفة لأنه قال الصفات المعنوية هي نفسها صفات المعاني لكن في إيه الأرجح إثبات الصفات المعنوية. ليه طبيعي الفرق هنا هنتكلم فيها إذا مرادهم بالصفات السلبية يعني إيه عدم أمر لا يليق به أو معنى كلمة صفة سلبية. لأن الصفة عبارة عن إيه معنى الصفة؟ لو وصفنا هذا بالعلم يبقى أثبتنا معنى ولا ما أثبتناش غير الذات يبقى ده أمر موجود زائد عن إيه؟ عن ذاته. طيب وإذا قلنا ليس بجاهل ما أثبتناش حاجة إحنا نفينا حاجة. يبقى الصفة إما أن تكون إثبات أمر أو نفي. فإن كانت إثبات يبقى اسمها صفة معنى وإن كانت نفي يبقى اسمها سلب. يعني قلت هذا ايه
عالم. يبقى هنا اثبتنا صح. لما نقول ليس بجاهل نفينا ما اثبتناش حاجه. احنا نفينا طويل ليس بطويل، ابيض ليس بابيض. يبقى الصفه يا اما اذا وصفت انسان يا اما تثبت له شيء او تنفي عنه شيء. اذا نفينا يبقى ايه؟ ثلث. طب واذا اثبتنا يبقى معنى. صفات المعاني هي الصفات الموجودة في نفسها، سواء كانت حادثة بالنسبة لنا كبياض الجبن وسواد أو قديمة. يعني الصفات المعاني إما تكون حادثة وهي بالنسبة للمخلوقات، أو قديمة وهي بالنسبة لمين؟ لله تعالى كعلمه وقدرته. فكل صفة موجودة في نفسها فإنها تسمى في الاصطلاح صفة معنى. وإن كانت الصفة ده القسم المهم، إن كانت الصفة غير موجودة في نفسها تمام، في قسم ثالث صعب شيء. الأول الصفة مش موجودة، والثاني الصفة إيه؟ لا. والثالث الصفة مش موجودة في نفسها. فإن كانت واجبة للذات، ما دامت الذات غير معللة بعلة سميت نفسية. خد بالك هنا في صفات مش موجودة لكنها واجبة للذات، ما دامت الذات غير معللة بعلة هذه تسمى صفة نفسية، وهي صفة واحدة بس اللي هي صفة الوجود، لأنها ليست معللة بعلة. ولو عللناها حسب لله تعالى إيه؟ موجد أوجده، وذلك بيعرف الوجود بأنه نفس الإيه؟ الذات دون معنى إيه؟ زائد. لأنه لو قلنا غير كده إذا عللنا، ولو عللنا حندخل تعالى في جملة الإيه؟ في جملة الحوادث. إبقى إذا كانت واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة سمية صفة إيه؟ نفسية. وذلك يسمى الوجود صفة نفسية، يعني معناها هو نفس إيه؟ هو نفس الذات دون معنى إيه؟ زائد. ده بالنسبة لله، أما بالنسبة لك أنت فده لا، ده أمر معلل، وجودك معلل بإيه؟ بوجوده تعالى. فلولا وجوده تعالى لما كان لك ايه؟ وجود. ولذلك بيقول ايه؟ من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه عين محال. يبقى الوجود بالنسبه له صفه ذاتيه، صفه نفسيه. خلاص كده؟ واحد. ومثالها الصفه النفسيه التحلل، الصفه النفسيه قديمه لله للوجود. ولكن ممكن نسمي صفات للأشياء ونقول هذه صفة نفسية، يعني هي نفس الشيء. زي إيه؟ التحيز للجرم، يعني كلمة جرم يعني معناها له حيز. خلاص إذا نفينا التحيز يعني حنمثل الجرمية نفسها، يبقى التحيز هو إيه؟ نفس الجرم. فهذا عشان كده صفة إيه؟ نفسية. هل هناك إجرام غير متحيزة؟ لا. طالما يشغل حيزا من الفراغ ما كان ضئيلا فهو ايه؟ فاذا قلنا ما فيش تحيز يبقى ما فيش جرم. نفس النفس ايه؟ الصفه. ولكنها ليست معلنه يعني معلنه بان الله تعالى موجود له. لا، الصفه النفسيه غير معلله بالله، هي واجبه للذات، سواء الذات قديمه او لله اللي الوجود. او اي ذات، ذات الشيء. زي الشيئيه، هذا شيء. ليه؟ لانه شيء، ما فيش تعليل هنا. ليه ده شيء؟ لا مو شيء. ليه ده جر؟ لأنه متحيز. ليه متحيز؟ لأنه جر، فهنا غير معلل به بعلة، إذا هي صفة إيه؟ نفسية. وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها، خد بالك، إلا أنها معللة بعلة، وإنما تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات سميت صفة معنوية أو حالة معنوية. شوف الحتة دي فهمها سهل دي. قلنا عندك صفات السلب عرفناها نفي أمر، وصفات المعاني إثبات معنى تمام. الصفة النفسية هي إيه؟ الذات، ما دامت الذات واجبة للذات، ما دامت غير معللة بإلا، لأنه لو عللناها حيدخل في جملة الإيه؟ الحوادث. إنما هناك صفة غير موجودة في نفسها إلا أنها معللة. إيه معنى معللة بإلا؟ يعني معناها تجب للذات ما دامت علتها قائمة.
يعني انت بتثبت ايه؟ بتثبت ذات، وبعدين بتثبت ايه؟ معنى. صفات للمعارف، فتقول الله يبقى اثبت ايه؟ الذات. ولما تقول العلم يبقى اثبت ايه؟ العلم. عاوزين معنى ثالث اللي هو المعنى الذهني، صفة غير موجودة في نفسها لكنها واجبة للذات ما دامت علتها قائمة، وهو كونه تعالى عالما كده. وانت لما تثبت اثبت الذات خلاص، واثبت العلم وده امر ايه ثاني. ايه هو الامر الثالث؟ انت اثبتت العلم لكن ما اثبتش ان ربنا عالم، هذا ايه الصفة المعنوية. اذا كانت تثبت انه تعالى عالم اذا هي ده ايه امر في الذهن، لكن ما فيش حاجة اسمها كونه عالم، الموجود اللي هو العلم اللي هي الصفة اللي هي صفات المعاني. انما كون الصفة قائمة بموصوفها ده هذا امر ثالث اللي هو الصفات الايه المعنوية. ولذلك المعتزلة انكروا صفات الايه المعاني، ولكن لم ينكروا المعنوية. اذا انكار المعاني مش كفر، انما انكار المعنوية هو الكفر. المعتزلة نفوا العلم لكن لم ينفوا ان الله عالم، ولو قالوا كده معنى حزبة الضد اللي هو الجهل اللي كفروا. ايه معنى نفوا العلم؟ يعني قالوا هو عالم، جعل العلم ذي صفة نفسية، عالم بذاته زي هو موجود بذاته، مش ما قالوش عالم بغير علم، ده كده بيجي معناها عالم بجهل يعني. قالوا عالم لكن ما فيش صفة اسمها العلم زائدة على الذات، يعني الذات هي العالمة. واضح؟ يعني انت مثلا حمثلها فيك انت ولله المثل الاعلى، انت ديك مثلا ثلاث لا عالم ولا جاهل، الله خرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين علمت بايه؟ بعلم. المعتزلة يقول لك لا، العلم الصفة في الذات نفسها هي العالم، ما فيش حاجة اسمها علم زائد على الذات. فلو قالوا انه تعالى ليس بعالم خرجوا من الملة، انما انكروا زيادة العلم على الايه؟ على الذات، فكأن العلم عندهم زي الوجود، ما فيش حاجة زائدة. فقالوا للذات هو بذاته عالم، مش عالم بعلمه، عالم بذاته، قادر بذاته، سميع بذاته، يعني نفهم في سمع وفي علم وفي بصر وفي قدرة إلى آخره، لكن لم يقولوا إن الله تعالى ليس بعالم أو ليس بسميع أو ليس ببصير. يعني إيه؟ يعني أثبتوا الصفات المعنوية ونفوا صفات المعاني. لم نفوها ليه؟ قالوا أنتوا بتقولوا القديم واحد لا يتعدد، بتقولوا صفات ربنا قديمة، فلو قلنا سمع وبصر وعلم وكذا حيتعدد القدماء، وتعدد القدماء ده شرك. فنرد عليه ونقول له الشرك هو في تعدد الذوات لا في تعدد الصفات. تعدد الصفات مش شرك، السميع البصير كثير، انما الذات واحدة. فمهما تعدد الصفات فالموصوف ايه؟ واحد. فقالوا النصارى كفروا لانهم اثبتوا ثلاث، العلم والوجود والصفة الحياة. وقالوا العلم ده اللي هو التحد والتجسد واسمه اقنوم الابن ده، والوجود اللي هو الاب، والحياة اللي هو روح القدس، وبعدين الثلاثة مش عارف امتزجوا مع بعض والعمل ايه بيبقوا واحد. فقالوا ما كفرت النصارى الا بثلاثة، فكيف بمن يثبت سبعة؟ فقالوا لهم خدوا بالكم، التعدد عند النصارى مش تعدد في الصفات، تعدد في الذوات. والنصارى ما يستطيعون زي ما قال ابن تيميه في كتاب الجواب الصحيح، بل حيارى متناقضون، مش فاهمين المساله. ليه؟ لانهم اذا قالوا انه لما نسالهم الاقانيم الثلاثه دي صفات ولا ذوات؟ هيقول لك ده العلم ده صفه، والوجود صفه كده، والحياه صفه. فان قالوا انها صفات ايه اللي يحصل؟ امتنع ان يكون المسيح اله، والمسيح ذات بياكل ويشرب لحمه، ما هو اقنوم، هو اقنوم العلم ده. يبقى ان قالوا انها صفات يبقى بناء على كلامهم نفوا الوهية المسيح ده. وان قالوا انها ذوات وقعوا في الشرك الصريح، وهو ده اللي قالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله. يبقى اذا التوحيد لا يضره تعدد الصفات، انما يضره تعدد الذوات، والشرك هو اثبات ذوات قديمه وليس اثبات صفات. واثبات الصفه
وهي قائمة به بالموصوف. ولذلك الأشاعرة قالوا صفات الله تعالى ليست هي الذات، لو كانت هي الذات معناها كلام من المعتزلة، وليست هي غير الذات، لو كانت غير الذات يبقى معناها كأنها ذوات قائمة بنفسها، لأن حيقولوا بالشرك الصريح. قال لا هي، لا هي هو ولا هو غيرها. هذا العبارة اللي الموجودة إلى الآن عاوزين يحلوا فيها مش فاهمينها. الغيرية بمعنى أنه يتصور انفكاكهما، يبقى دي واحدة ودي واحدة. نعم. وكذلك الذات، إذا كانت الذات لو انكشف الحجاب ترى الصفات لا ترى، هي قائمة بموصوفها بالنسبة لله تعالى، فلو كشف الحجاب كما قالوا لرأيناها. خلاص؟ لو انكشف الحجاب قد نكشف الحجاب خلاص كده يبقى ما فيش مشكلة. يعني قال علي معناه ايه؟ صفة جامعة أو اسم جامع لمعامل ايه؟ الأسماء والصفات اللي هي التنزيهية اللي هي السلبية، وهي المعامل اللي احنا ايه ذكرناها. يبقى يشمل وصفه تعالى بالعلو تنزيهه عن كل نقص، واتصافه تعالى بكل كمال في أسماء الصفات المعاني أيضا الواحد. قال الحمد لله العلي ايه الواحد. ايه المراد بالوحدانية عشان نخلص الشرح في درجة السلبية؟ الواحد يعني المنزه عن الشريك في الذات والصفات والافعال. بس الواحد يعني معنى ايه؟ منزه عن شريك في ذاته وصفاته وافعاله. وفي التعريف الثاني اللي سجله في السنوسيه اللي هو يقول لك نفي ايه؟ الوحدانيه بالله معناها نفي الكموم الخمسه. الكم المتصل والمنفصل في الذات، والكم المنفصل والمتصل في الصفات، وبعد كده نفي الكم المنفصل في الافعال، لانه الكم المتصل في الافعال لا ينفى. خلاص كده نفي الكموم الخمسه. اذا نفيت الثلاثه مولانا دي انواع توحيد الثلاثه في الذات والصفات والافعال. لا مش انواع، ده معنى التوحيد انه التوحيد تعالى واحد في ذاته. ايه معنى واحد في ذاته؟ يعني ايه اول نشرح لك ايه المراد بكلمة ايه الكم المتصل والكم المنفصل. الكم يعني ايه؟ ايه معنى كلمة كم؟ يعني العدد. مش هو واحد يعني معناها غير متعدد، ما فيش الوحدانية يعني معناها نفي ايه؟ التعدد. الجبنين في الكمية، ما فيش كم في الله، ما فيش عدد. كيف ما فيش عدد يعني؟ قال لك التعدد ده او العدد على نوعين، في عدد منفصل وفي عدد متصل. كيف في عدد منفصل؟ المنفصل اللي هو في اشياء متباعدة، يعني احنا الان ايه عدد ولا مش عدد؟ احنا كم ولا مش كم؟ طب متصل ولا منفصل؟ منفصل. كل واحد فينا منفصل بينهم، لكن انا بين واحد ومع ذلك انا كم متصل بيه؟ واحد اثنين ثلاثة كم ايه؟ كم متصل. ده الكم المنفصل يكون في الايه؟ في الاشياء المتباعده الايه؟ اللي هي مفككه. والكم المتصل يكون في الاجزاء المتصله ببعضها. خلاص كده؟ يبقى اذا الكم المتصل المنفصل ما كان في اشياء متباعده متفاككه. طب والكم المتصل ضده. يبقى المراد بالكم المتصل في الصفات بالنسبه للذات كم؟ كم احنا نفيناهم عن الله؟ كم؟ كم؟ خمسه. الكم المتصل في الذات يعني هو ايه؟ يعني ان الله تعالى ذاته غير مركبه، مش من اجزاء زي ذات الانسان. جينا لما نقول ما فيش تركيز في الذات يبقى نفينا الكم المتصل. طيب لما نقول هو تعالى واحد في الذات ما فيش ايه ذات ثاني، يبقى نفينا المنفصل. يبقى معنى لما ننفي الكم المتصل في الذات نقول انه تعالى واحد في ذاته، يعني لا تركيب فيها ولا اجزاء ولا بعض ولا كذا كما هو شأن الايه المخلوقات. اما الكم المنفصل يعني نفي النظير، يعني لا مثيل له ايه. ولذلك في الذات
يأتي وصفه تعالى به بالأحدية، وفي الصفات يأتي بالواحدية، قل هو الله أحد، عشان نتكلم عن الذات هنا، لم يلد ولم يولد، ما فيش هنا تبديل، إنما في الصفات واحد وفي ذاته أحد. يعني أحد يا مولانا الذات، أحد للذات، واحد للصفات. زي ما نقول فلان واحد زمانه، كيف واحد زمانه؟ فيش حد في الدنيا ده معناه واحد زمانه في علمه، يعني في صفة من الصفات واحد زمانه، يعني معناها لا مثيل له في صفاته، فأصبح في صفاته كأنه واحد في الزمن كله، زي ما كان مثلا يقول الشيخ الشعراوي ده واحد زمانه مثلا، يعني برب واحد مش عاجبه أشوف واحد تاني. إذا نفي الكم المتصل في الذات يعني ها؟ نفي التركيب، نفي التركيب، لا ونفي الكم المنفصل. أنت متبعيد ها؟ أنت متبعيد التبعيد التركيب الأجزاء، إذا معنى نفي الكمية المتصلة في الذات يعني فيش تركيب. تمام. نفي الكم المنفصل يعني ما فيش نظير، ما فيش عدد، ما فيش واحد ثاني زيه، يعني هو واحد في ذاته يعني ليس فيها تركيب. أنت واحد في ذاته بس عندك كموم متصلة، أنت عندك أمعاء يطلع فيها مش عارف كام ميلة، وعندك مطارين، وعندك مش عارف أدراك، عندك اتصال كثير جدا، لكن الله تعالى في الكلام جدا نفي الكم المتصل في الذات هو عدم التركيب، والمنفصل هو عدم ليه النظير. لكن الكم المتصل في الصفات ايه معنى؟ كيف ممكن الصفات متعددة؟ قال لك ما فيهاش كم متصل وايضا ما فيهاش كم منفصل. كيف ما فيش كم في الذات؟ فهمناها. لابو في الصفات قال الله تعالى عالم وعلمه واحد، ما فيش مش علمين، قادر بقدرة واحدة مش بقدرتين، انما انت الكم المتصل في الصفات موجود عندك، قدرتك وانت طفل غير قدرتك وانت شاب غير لما تكبر، علمك الان غير علم ده ايه، في كموم عندك منيلة بنيلة كلها في الجنة. عند الكم المتصل في الصفات يعني معناها ليس له صفتان من جنس واحد، يعني ليس له علمان بل علم واحد، ولا قدرتين بل قدرة واحدة، أو معنى نفي الكم المتصل في الصفات. الذي معنى نفي الكم المنفصل فيها أنه تعالى واحد في صفاته، بمعنى لا نظير له، يعني مش حد عالم زي علم الله، ولا لا يماثله أحد لا في علمه ولا في قدرته ولا في، يعني مفيش مخلوق أو موجود له مثل صفاته. فإذا هو إيه؟ كم إيه؟ منفصل في الصفات. فهمنا الواحد نفي الذات، نفي الكم المتصل عن التركيب، والكم المنفصل عن النظير. لا، والنظير والمماثلة المضاهاة والمشابهة والمطابقة ده ثمان أنواع نفيتهم كله والله أحد. تمام. ثمان أنواع المشاكل إيه معناها، والمضاهاة والمطابقة والمماثلة والمشابهة، كل واحدة لها معنى يختلف عن تكونش كلمات مترادفة، كل واحدة لها معنى ولها مدلول. طب نأتي إلى إيه؟ ها؟ الكم المتصل في الصفات ليس له صفتان من جنس واحد، والمنفصل هو إيه؟ عدم النظير، يعني ليس له نظير في صفاته. بقي إيه؟ لكن بالنسبة لنا الكم المتصل في الصفات، لأنه لو كانت الأولى وانتفت الثانية مثلا في العلم لكان جاهلا بعض الأشياء حتى يأتي العلم الثاني، ده نفي. يعني معناها يعلم هذا بعلم وهذا بعلم آخر، هذا يقال في الإنسان، إنما علم الأشياء كلها بعلم واحد. كان في مسألة ذكرها القرطبي بيقولوا له إيه، هل كان الله تعالى راضيا عن إبليس لما كان مع الملائكة قبل موضوع آدم، وهل كان ساخبا على عمر يوم ما جاب ابنته وأدهى حية؟ لو قال كان ساخب في البعثة الثانية يبقى نفى عن الله العلم بما يصير إليه شأن عمر. تمام كده. فسكت شوية وقال أبدا لم يكن الله راضيا عن إبليس أبدا، لا ساعت مكان معه، لأنه يعلم أنه مصيره إيه، زي ما أنت تكون معك ابن بيلعب وبيعمل مشاكل وكن عارف أنه حيطلع الأول ما تغضبش عليه أبدا، لما نكون مش عارف أنا تجدد علم لي، معناها رب العالمين بعلم واحد بعلم آخر متجدد، أو معنى نفي إيه؟ الكم المتصل. قال ولم يكن الله تعالى ساخبا على عمر أبدا، لأنه يعلم يعني عمر ده من أول ما طلب إلى آخر حياته
كل هذا يعلمه الله بدرجة واحدة، فالأمور عنده آنية، ليس عنده فيها قبل ولا بعد ولا زمن ولا كذا. عشان كده ننفي الكم المتصل فين؟ في الصفات، مفهوم؟ وننفي الكم المنفصل فيها. يبقى بقي حاجة واحدة، هو ايه؟ الكم المنفصل في الأفعال. هي معنى نفي الكم المنفصل في الأفعال أي عدم المشارك له فيها، يعني ما فيش حد يشارك في أفعاله. المحي في حد يشارك في صفته؟ الخالق في حد يشارك فيها؟ الرأس، يعني مش أي فعل أحد يشارك فيه الباري سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى هل شاركه أحد في خلق، في إحياء، في إماتة، في رزق، في شيء؟ أو معنى نفي الكم المنفصل فيه؟ في الإيه؟ في الأفعال. طب والكم المتصل؟ قال لك ها؟ هذا ثابت. ليه؟ لأن أفعاله تعالى كثيرة ومتصلة ببعضها على حسب شؤونه تعالى في خلقه. ولذلك ما هي أفعال الله تعالى؟ شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يوجد يعدم يحيي يميت يخفض يرفع إلى إيه؟ إلى آخره. يبقى الكموم الخمسة احفظوها، المادية مهمة جدا. الاثنين في الذات واثنين في الصفات وواحد بس في الأفعال اللي هو نفي الكم المنفصل، يعني نفي المشارك له تعالى فيه. بالنسبة للكموم دي مولانا كم المنفصل في الذات؟ لا منفصل في الذات ممكن فهموا له شوف انت فهمت الكم المنفصل في الصفات؟ لا المنفصل المتصل المنفصل في الصفات، يعني لا يوجد من يماثله او يشاركه في الصفات، فهو القادر وحده خلاص، وهو الرازق وحده بدليل الايه الله الذي خلقكم ها ثم تعالوا قول على ثم رزقكم ثم يميتكم ثم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. إذن الفعل مقصور على مين؟ على واحد، يعني لا يوجد أحد يشارك الله تعالى في هذه الأفعال ولا في غيرها، بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد. والله خلقكم وما تعملون. ولما نزل قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بقي له شيء فليأت به. ألا له الخلق والأمر، ما الذي بقي للناس؟ له الخلق وله ليه ولا أمر. هنا فهمنا ليه يكفي اليوم الكموم الخمسة ايه الكموم الستة لينا ما فيش ستة خمسة قلناهم يا مولانا ليه انت بتضرب الكموم الخمسة على الله، لكن هي الكموم ستة، يعني الكموم أصلا أنا ستة بس في واحد مش موجود اللي هو في الأفعال نفي الكم الايه الأفعال اللي نفيناه في الأفعال الكم المنفصل، أما المتصل في الأفعال مش منفي. المنفي خد ما تغلطش فيها، لكن بالنسبة للصلاح مولانا اللي هي الكموم دي يعني من عند المنفي تبع المنفي. ما قلت لك معنى الكم في اللغة يعني العدد، وهو على نوعين، إما أن يكون في أشياء منفصلة ومتفاككة زي ما احنا الآن كم، ولكن أنا كم منفصل لأن كل واحد قائم به لنفسه. أما أنت مركب من أعضاء فأنت كم متصل، يعني فيك يدين وفيك عينين ولسان وشدتين، دي كلها كموم ولكنها متصلة ببعضها لا يمكن فصلها. يجيب عينك دي في مكان ورجلك في مكان، ما ينفعش، مش هيبقى لك وجود أصلا، فاسمك كم متصل. وفهم احد وفهم واحد، احد تيجي مع ليه مع الذات، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وما الفرق؟ قلنا ما ينفعش نقول مثلا فلان احد زمان واحد غير زمان، لانه كله متعلق به بالصفات. اللهم صل على افضل الصلاه وفيك سيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعلمك.
ذاكرون.